أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم، بك تحصنت، فاحمني بحماية كفاية وقاية حقيقة برهان حرزي أمان. بسم الله. وادخلني يا أول يا آخر في مكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وأزبل علي يا حليم يا ستار كنف ستر حجاب صناية نجاتي، واعتصم بحبل الله. وابن يا محيط يا قادر علي سور آمان إحاطة مجدي سرادق عزي عظمة، ذلك خير، ذلك من آيات الله. وأعذني يا رقيب يا مجيب، واحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي ووالدي وولدي، بكلاءة إعاذة إغاثة إعانة، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وقني يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان والإنسان، فإن ظالم أو جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله. ونجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وأعوانهم، فإن هم لي منهم أحد بسوء خذله الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ واكفني يا قابض يا قهار خديعة مكرهم، وارددهم عني مذمومين مذؤومين مدحورين بتخسير تجسير تحسير تغيير تدمير تكدير، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. واذقني يا صبوح يا قدوس لذة مناجا، أقبل ولا تخاف إنك من الآمنين في كنف الله بفضل الله. واذقهم يا ضار يا مميت نكال وبال زوال، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله. ومني يا سلام يا مؤمن يا مهيمن صولة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة جبروت، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله. وألبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إجلال إكمال إقبال، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله. وألقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد، وتخضع لي بها قلوب جميع عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيف تلطيف تأليف، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأظهر علي يا ظاهر يا باطن آثار أسرار أنوار، يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. ووجه اللهم يا صمد يا نور وجهي بصفاء جمال أنس إشراق، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. وجملني يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبلاغة والبراعة، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برأفة رحمة رقة، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة من بأسي جبروت عزة عظمة، وما النصر إلا من عند الله. وأدم علي يا باسط يا فتاح بهجة مسرة، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطف عوارف، ألم نشرح لك صدرك وبشائر بشائر. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وانزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والاطمئنان والسكينة والوقار، لأكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وأفرغ علي يا صبور يا شكور صبر الذين تضرعوا بثبات يقين تمكيني، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي بجود شهود جنود له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على الأعداء نصر الذي قيل له أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله. وأيدني يا طالب يا غالب بتأييد نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله. واكفني يا كافي الأنكاد يا شافي الأدواء وشر الأسواء والأعداء بعوائد فوائد فرائد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وامنن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تدبير تيسير تسخير. كلوا واشربوا من رزق الله. والزمني يا واحد يا أحد كلمة التوحيد والزمني يا واحد يا أحد كلمة التوحيد كما ألزمت حبيبك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله. وتولني يا ولي يا علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة بمزيد إراد إسعاد إمداد. ذلك خير ذلك من فضل الله. وأكرمني يا غني يا كريم بالسعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. وتب علي يا تواب يا حكيم توبة نصوحا يكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. واختم لي يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين الرجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. واسكني يا سميع يا قريب جنة عدن أعدت للمتقين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم. وبقدرة بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدري واشرح صدري ويسر أمري وارزقني من حيث لا احتسب بفضلك وإحسانك وكرمك ياهو 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 كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف. وأسألك بجمال العزة وجلال الهيبة وعزة القدرة وجبروت العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأسألك اللهم بحرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات أن تجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا واسعا وقلبا قريرا وعلما عزيرا وعملا بريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وملكا في جنة الفردوس كبيرا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسلته بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين طهرتهم من الدنس تطهيرا وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا كافيا جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله وبقدرة عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.